كرمت مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية اليوم محافظ تعز شوقي أحمد هائل بدرع المؤسسة لدوره في دعم المؤسسة ورعايته للأيتام. وفي التكريم أشاد المحافظ شوقي بأنشطة المؤسسة المتنوعة لخدمة الأيتام، مشيرا إلى ضرورة التوسع بالمشاريع التي تخدم الأيتام على مستوى المدينة والريف. من جانبه أعرب مدير المؤسسة الدكتور محمد المليكي عن تقدير المؤسسة لدعم السلطة المحلية لأنشطة المؤسسة وتسهيل مهامها، مستعرضا أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة بالمحافظة وفي مقدمتها كفالة الأيتام ورعايتهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات والمهن العملية التي تساعدهم على المعيشة، بالإضافة إلى مشاريع السلة الغذائية والملابس العيدية والشتوية وأضاحي العيد والحقيبة المدرسية والرعاية الصحية والأعراس الجماعية للأيتام.